السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أموركم تمام والأهل كويسين. دائماً والله يجيبكم الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق وكل أنواع النعم إلكم قبل ما يجيب لنا، إلكم ولحبايبكم دنيا وآخرة قبل ما يجيبوا إلي. نجاحكم بالدنيا هو النجاح إلي أنا شخصياً بالآخرة أو بالدنيا. قلنا قبل شوي انه اهم مشروع نساويه سواء كان دنيوي او كان مش دنيوي، اهم مشروع اللي هو التقرب الى الله، لانه هو حيفيدنا بالدنيا وحيفيدنا بالآخرة. لما نتقرب لله نحاول نكسب رضاه، نكسب محبته، كل شيء بيصير لنا كويس، بيصير نحن كل الناس، بيصير احنا مبسوطين بقضاء الله وقدره، مطمئنين وكسبنا الدنيا والآخرة لما نكون احنا قريبين لله. فأكبر مشروع وأعظم وآخر مشروع هو انه احنا نحاول الحصول على رضاء الله وحب الله. وقلنا في أكثر من طرق، منها حب الناس، منها نكون يعني في أكثر من طرق، منها إنه مثلاً إن الله يحب الصابرين نصبر على أي شيء، أو إن الله يحب المحسنين نحسن لأي حدا. وقلنا في صبر والإحسان أنواع، في صبر المضاعف هذا اللي لما واحد إحنا نحسن لحدا ويأذينا نرجع إحنا مرة ثانية نحسن له، هذا صار يعني نحسن له ويأذينا نصبر عليه وكمان نحسن له، فهذا صار صبر وإحسان مضاعف. وفي كمان مرات انت او اي شخص بيكون ما عنده مثلا ما عنده قدرة مالية، تعبان جسديا، تعبان نفسيا، ما عنده اجر، ما عنده فلوس، وصابر على وضعه التعبان ونفس الوقت بيحسن للناس، هذا كمان احسان يعني اكثر من مضاعف. اللهم صل